الشيء الثاني في مادة ضبط الجودة بالتنسيب، برضه وسيلة مراجعة على عمليات ضبط الجودة للرسام والأسمنت وحواس الخرسانة. في عدة مسائل كده هنبدأ بأول واحد فيهم، يقول لك عرف كل من مقاومة الضغط المميزة ومقاومة الضغط المتوسطة وما العلاقة بينهما وفي الاستخدام. كلمة مقاومة الضغط المميزة اللي هي الـ FCU هي مقاومة الضغط لمكعبات الخرسانة القياسية من أشهر 15 في 15 في 15 المختبر عند عمر 28 يوم، والتي يجب ألا يقل عنها أكثر من 5% من العينات المختبرة. الـ FCU دي اللي بتبقى موجودة على اللوح اللي يبقى مصمم عليها المنشأ الخرساني اللي أنت مطالب بتحقيقها، وأثناء عملية صب الخرسانة بتاخد مكعبات قياسية مقاسها 15 سم 15 سم 15 سم. عدد المكعبات دي بيبقى على حسب كمية الصب اللي أنت صبتها، وتروح تختبرها عند عمر 28 يوم. وقال لك أثناء الاختبار مش مسموح لك ان يفصل من العينات دي اكثر من 5% لان درجه الثقه اللي ماشي عليها المواصفات المصريه 95%. المقاومه المتوسطه او المقاومه المستهدفه هي المقاومه التي يتم تصميم الخلطه الخرسانيه عليها. الاف ام بيساوي اف سي يو زائد هامش امان. هامش الامان ده بيتاخد في الاعتبار نتيجه لعده عوامل. المقاومه المتوسطه دي اللي بتصمم عليها الخلطه الخرسانيه بتبقى قيمتها بتساوي اكبر من الاف سي يو شويه علشان يبقى معاك نسبه امان انك تحقق المقاومه اللي انت عاوز تحققها للاف سي يو. تمام، يبقى لو انا مثلا مطلوب مني اف سي يو لمشروع 250 كيلو جرام على سنتيمتر مربع، لما اروح اصمم الخلطه الخرسانيه بتاعته على مقاومه متوسطه ما بقاش 250، بقى ممكن تكون ازيد من 250 ل 300 350 على حسب هامش الامان اللي هناخده معايا في الاعتبار. السؤال اللي بعد كده بيقول لك اذكر تصنيفا لانواع الخرسانه المختلفه طبقا لمقاومه الضغط المميزه لها. على حسب قوه الخرسانه اللي موجوده معاك بنقدر نميزها. فمثلا الخرسانه العاديه بتتراوح قيمه مقاومه الضغط بتاعتها من 15 ل 25 نيوتن على المليمتر مربع، اللي هي 150 ل 250 كيلو جرام على السنتيمتر مربع. الخرسانه المسلحه بتبقى مقاومتها من 20 ل 60 نيوتن على المليمتر مربع. خرسانه صفقه الاجهاد بتبقى مقاومتها من 30 ل 60 نيوتن على المليمتر مربع. خرسانه عاليه المقاومه بتتراوح مقاومتها من 60 ل 100 نيوتن على المليمتر مربع. ديت الخرسانات المستخدمه في العناصر دي. تمام، السؤال اللي بعد كده بيقول لك اذكر انواع الاسمنت البورتلاندي طبقا للمواصفات القياسيه المصريه. معروف ان فيه خمس انواع الاسمنت البورتلاندي: اسمنت بورتلاندي سيم 1، اسمنت بورتلاندي مركب سيم 2، اسمنت البورتلاندي خبس الافران العاليه سيم 3، الاسمنت البوزلاني سيم 4، الاسمنت المركب سيم 5. المواصفات المصريه بتنتج الاثنين الاولانيين اللي هو سيم 1 وسيم 2. تحقق من رتبة الأسمنت سيم 1 42.5 آر إذا كان حمل الكسر على جزء من المنشور 4 في 4 في 16 بعد يومين 40 كيلو نيوتن، وبعد 28 كيلو 70 كيلو نيوتن. اختبار الضغط من أهم الاختبارات اللي بتتم للتحقق من رتبة الأسمنت اللي موجودة معانا. بنختبره إزاي؟ بنعمل منه مناشير 4 في 4 في 16 وبنروح نختبر منها جزء عند عمر يومين وجزء عند عمر 28 يوم، وبنقارن النتائج اللي موجوده على حسب الرتبه اللي موجوده معانا 42.5 ار 42.5 ان على حسب اسم الرتبه ونوعها وشروط القبول والرفض بتاعتها. عشان تطلع مقاومه الضغط اللي موجوده معاك هتروح تقسم الحمل بتاع كل عينه على المساحه اللي هو اثر عليها. مقاومه الضغط 40 على منشور 4 في 4 في 16 الاول بنختبره انحناء، فالمنشور ده بيتقسم اثنين. بعد كده بنأثر بيه على مكنه الضغط، بتبقى مساحه التلامس ما بين المكنه وما بين العينه اللي موجوده معانا 4 سم في 4 سم اللي هي 40 مللي في 40 مللي. يبقى انا كده لو حسبت الحمل اللي هو 40 كيلو نيوتن هضربه في 10 اس 3 علشان يبقى 40 عشان احوله للنيوتن، واقسمه على مساحه المقطع بالمليمتر 40 في 40 يديني 25 نيوتن على المليمتر مربع. الكلام ده اكبر من 20 اللي هي حدود القبول لل 42.5 ار،
مش ان. لو في جنب الرقم ده ان يبقى الرقم ده 10 مش 20. يبقى لو انت معاك كده في الكتاب يا باشمهندس هتلاقي ان حدود الاسمنت 42 ونص ار المفروض ان مقاومته بعد يومين ما تقلش عن 20 متر على المتر مربع. طب عندي 28 يوم نفس الكلام، اقسم الحمل اللي اثر على المساحه اللي اثر عليها 72 كيلو نيوتن ضرب في 10 في 3 عشان تتحول للنيوتن، واقسمه على 40 في 40 ملي متر مربع يديني 45 نيوتن على الملي متر مربع. الكلام ده اكبر من اسم الرتبه اللي هو 42 ونص. يبقى الاسمنت اللي موجود معانا حقق مقاومه الضغط بتاعته. المساله اللي بعد كده بتقول لك احسب المقاومه المتوسطه المستهدفه التارجت مين سترينث لتصميم خلطه خرسانيه لتحقيق مقاومه مميزه مقدارها 30 نيوتن على الملي متر مربع اذا كانت في اول حاله درجه التحكم ممتازه فالانحراف المعياري بتاعها 3 نيوتن على الملي متر مربع، او اذا كانت درجه التحكم مقبوله فالانحراف المعياري بتاعها 6 نيوتن على الملي متر مربع. عشان احسب المقاومه المتوسطه المستهدفه انا عندي الاف سي يو بيساوي كام؟ 30 نيوتن على الملي متر مربع اللي هي 300 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. الاف ام بيساوي الاف سي يو زائد الانحراف المعياري مضروب في الكي. الانحراف المعياري ده هو مدهولي معطى، الكي ده ثابت على حسب درجه الثقه اللي موجوده معانا، احنا شغالين على درجه الثقه 95 ثابت الكي ده حفظه عليك ب 1.64%. يبقى 300 زائد 1.64% اللي هي الكي مضروبه في الحاله الاولانيه اللي هو الانحراف المعياري ب 3 هطلع قيمه الاف ام او المقاومه المتوسطه في الحاله دي بكام؟ وهتطلع وحدتها في الحاله دي بكيلو جرام على سنتيمتر مربع. الحاله الثانيه نفس الكلام 300 زائد 1.64% مضروبه في 6 وتطلع قيمه الاف ام اللي موجوده معاك برضه بالكيلو على سنتيمتر مربع. المساله اللي بعد كده مساله تروكان او مساله تصميم خلطه خرسانيه. بيقول لك عندك خلطه خرسانيه بنسبه 1 الى 1.6 من 10 الى 3.2، 1 اسمنت ل 1.6 من 10 رمل ل 3.2 زلط. وكانت نسبة م إلى س 45%، ومحتوى الأسمنت 400 كيلو جرام للمتر مكعب. احسب مكونات الخلطة بالوزن والحجم، علما بأن الوزن النوعي للأسمنت والركام 3.15% و2.6 من 10. والوزن الحجم للركام اللي موجود معانا 1600 كيلو جرام للمتر مكعب. ماشي، هتحسب النسب، احسب مكونات الخلطة بالوزن والحجم، وأكد حسابيا على الحجم المطلق للخلطة اللي موجودة معاك وما نوعها، هل خلطة غنية أم فقيرة؟ مطلوب اللي بعد كده بيقول لك احسب كثافه الخرسانه، احسب النسبه المئويه للفراغات للركام الكبير المستخدم، احسب درجه حراره الخرسانه اذا كانت درجه حراره الاسمنت والركام والميه 40 30 25 درجه مئويه على الترتيب، واذا كان حصل تعديل في خواص الخلطه احسب كمياتها علما بان الرمل المستخدم هيكون جاف ونسبته 2% ونسبه الامتصاص بتاعته 2%، واحسب الرمل المستخدم واحسب نسب الخلط اذا كان الرمل المستخدم رطب ونسبه رطوبه السطحيه 3%. مساله فيها مطالب كتير، هتمشي مع المساله اللي موجوده معاك واحده واحده وتبدا تحقق كل مطلوب على حده. اول حاجه النسب اللي موجوده معايا، اسمنت لرمل لزلط لميه، اسمنت 1 رمل 1.6 من 10 زلط 3.2، كميه الميه قايل لي نسبه من الى س 45%، فدي نسب الوزنيه للخلطه اللي موجوده قدامي. مديني برضو كده يا باشمهندس الوزن النوعي للاسمنت، الوزن النوعي للركام، الوزن الحجمي للركام اللي موجود معانا اللي هو 1600 كيلو جرام للمتر مكعب. بيقول لك اذا كان وزن الاسمنت 400، طبعا كل الاوزان دي كده نسبه من وزن الاسمنت، فهتبقى الاوزان اللي موجوده معايا بتاع الرمل والزلط والميه 1.6 من 10 في 400 الى 3.2 من 10 في 400 الى 45% في 400، يبقى الاوزان او نسب الخلط اللي موجوده معايا 400 ل 640 الى 1280 الى 180. الحجم المطلق بتاع دي كده كميات الخلطه اللي موجوده معايا بالوزن. طب لو عاوز احولها بالحجم اقسم الاسمنت اللي موجود معايا على عدد الشكاير على وزن الشجاره يبقى يديني 8 شكاير اسمنت، واقسم الركام اللي موجود معايا على الوزن الحجم بتاع اللي هو 1600، 640 على 1600 يديني رقم بالمتر المكعب، 1280 على 1600 يديني رقم بالمتر المكعب، يبقى ده حجم الزلط وده حجم الرمل. طبعا الميه حجمها بوزنها لان الوزن النوعي بتاعها او وزن الحجم بتاعها بواحد، يبقى برضه 180.
الحجم المطلق بتاع الخلطة اللي موجودة معاك، معدل الحجم المطلق سي على الجمع سي، وزن الأسمنت على وزن النوع للأسمنت، وزن الرمل زائد وزن الرمل على وزن النوع للرمل، وزن الزلط على وزن الربع للزلط، وزن المية على وزن النوعي للمية. 400 على 3.15 زائد 640 على 2.6، 1280 على 2.6، 180 على 1. يبقى لو حجم بتاع الخلطه اللي موجود معانا كده يا باشمهندس 1045 و43 من 100 لتر، تلاحظ انها اكبر من ال 1000 في الكميات اللي موجوده عندك، مش دقيقه. المطلوب اللي بعد كده بيقول لك، هل الخلطه اللي عندك خلطه غنيه ام فقيره؟ يقصد بالغنى والفقر كميه الاسمنت، هل الخلطه غنيه بالاسمنت ولا لا، ولا فقيره بالاسمنت ولا لا. عشان تقول الخلطه غنيه بالاسمنت لازم تكون نسبه الاسمنت زياده على مكوناتها، او كميه الركام مش كبيره بالنسبه لمكونات الاسمنت. فبنحسبها ازاي؟ قال لك في شرطين اتنين. اول شرط بتروح تحسب نسبه الركام على الاسمنت، الركام شامل بقى الركام الصغير اللي هو 640 و1280، نسبهم للاسمنت او اقسمهم على الاسمنت اللي موجوده معاك، والكلام ده بيتحسب وزني كاوزان مش حجوم. 640 زائد 1280 لو قسمتهم على 400 يديني 4 و3، ادام طلعت اقل من او بيساوي 5. والشرط الثاني ان الخلطه اللي عندي المتر المكعب الواحد فيه 400 كيلو جرام، اكبر من او بيساوي 350 كيلو جرام للمتر المكعب الواحد، يبقى كده اتحقق عند الشرطين اللي هم انه يقولوا ان الخلطه اللي عندي خلطه غنيه. يبقى الشرطين يقولوا له خلطه غنيه اللي هم ايه؟ ان لازم يكون عدد كميه الاسمنت اللي موجوده في المتر المكعب الواحد اكبر من او بيساوي 350 كيلو جرام للمتر المكعب، وتكون نسبة الركام للأسمنت أقل من 5، أقل من أو بيساوي 5، عشان تقدر تقول الخلطة اللي عندك خلطة غنية. المطلوب اللي بعد كده بيقول لك احسب كثافة الخلطة. طبعا احنا عارفين الكثافة هي الوزن على الحجم، أنا عارف هو حجم الخلطة اللي موجود معايا قد إيه، أروح أجمع مجموع الأوزان اللي موجودة في المتر المكعب الواحد من مجموع الأوزان اللي موجودة عندي كنسب، وأقسمها على الحجم المقابل لها، يبقى أنا كده طلعت كثافة الخلطة تقريبا. المطلوب اللي بعد كده بيقول لك احسب النسبه المئويه للفراغات للركام الكبير. الفراغات بتاعه الركام الكبير تقدر تحسبها عن طريق الفرق ما بين الوزن النوعي للركام الكبير والوزن الحجم بتاعه بالنسبه للوزن النوعي للركام الكبير. احنا عارفين الوزن النوعي بتاع الركام 2.6، الوزن الحجمي 1.6 اللي هو 1600 كيلو جرام على المتر المكعب، حولتها للطن على المتر المكعب، وقسمتها على 2.6 تديني النسبة المئوية اللي موجودة معايا لفراغات الركام الكبير قد ايه. مطلوب اللي بعد كده في المسألة بيقول لك احسب درجة حرارة الخلطة الخرسانية اللي موجودة معاك، علما بأن درجة حرارة الأسمنت 40 درجة مئوية، ودرجة حرارة الركام سواء كان ركام كبير أو ركام صغير 30 درجة مئوية، ودرجة حرارة المية 25 درجة مئوية. هتطبق فيه القانون اللي بيقول درجة الحرارة بتاع الخلطة الخرسانية بتساوي 22% يفتح قوس درجة حرارة الركام في وزن الركام، زائد درجة حرارة الأسمنت في وزن الأسمنت يقفل القوس، زائد درجة حرارة المية في وزن المية مقسومة على 22% مجموع وزني الركام والأسمنت، زائد وزن المية على حجم. هتعوض في القانون اللي موجود معاك 22% يفتح القوس 30، وزن الركام اللي هو وزن الزلط والرمل 640 زائد 1280 في القوس، زائد 40 في 400 درجة حرارة الأسمنت في وزن الأسمنت A في القوس، زائد وزن المية 180 في درجة حرارة المية 25. الكلام ده كله مقسوم على مجموع الأوزان 22% افتح القوس 640 زائد 1280 في القوس، زائد 400 واقفل القوس الكبير، زائد 180 اللي هو وزن المية. يبقى أنا كده أقدر أطلع درجة حرارة الخلطة الخرسانية اللي موجودة معايا في المعادلة دي. مطلوب اللي بعد كده في المسألة بيقول لك إذا كان الرمل جاف ونسبة امتصاصه 2%، عد من نسب الخلطة اللي موجودة معاك. لما يكون الرمل جاف ونسبة فيه وفيه وعنده قابلية للامتصاص بنسبة 2%، يبقى معنى الكلام يا باشمهندس أول ما تضيف الرمل على المية الرمل هيسحب 2% من وزنه يمتصهم ميه. تمام؟ يبقى معنى الكلام ان كميه الميه اللي كانت نازله علشان تعمل عمليه انها للاسمنت مش هتتفاعل كلها، لان او مش هتشتغل كلها لان الرمل هيسحب منها شويه. طب المفروض ان انت تزود كميه الميه دي، تزودها بكام؟ زودها بمقدار نسبه الامتصاص بتاعه الرمل اللي هي 2% من وزن الرمل اللي هم 640،
هيطلعوا 12 و8 من 10 كيلو جرام. عدل النسب بتاعتك بقى كده يا باشمهندس، 400 كيلو جرام اسمنت ل 600 640 كيلو جرام رمل، 1280 زلط، 1192.8 و8 من 10 مش 180 ميه، لان الميه فيها 12 كيلو 8 من 10 هيروحوا للرمل ينفصهم مش هيشتغلوا في عمليه الإناء بتاعت الاسمنت. تمام. المطلوب اللي بعد كده بيقول لك عدل برضه نسب الخلط، اذا كان الرمل اللي عندك رمل رطب وبه نسبه رطوبه 3%. الرمل اللي انت هتحطه في قلب الخلطه ده يا باشمهندس مش رمل جاف، ده رمل مبلول. معنى الكلام ايه؟ ان لو رحت وزنت شويه رمل مش هيبقى كلهم رمل، ده هيبقى رمل وفيهم ميه. طب انا عاوز 640 كيلو جرام رمل، الرمل ده وزن عاوز وزنه جاف. قال لك وانت بتوزن الرمل زوده شويه، زوده بنسبه 3% اللي موجودين معاه. ليه؟ لان ال 3% دولت ميه. يبقى لما اروح اوزن الرمل هيبقى 1.3% مضروب في 640 هيطلع معاك ب 659.2 كيلو جرام. طب لما تروح توزن الميه، لا الميه اتحط منها جزء مع الرمل، قال لك كميه الميه اللي انت كنت عاوزها 180، حط ال 180 بس اخصم منها 3% من وزن الرمل لان الرمل فيه ميه، يبقى هتطلع الرقم ده كام؟ 160.8، يبقى نسب الخلط اللي موجوده معايا 400 اسمنت 659.2 رمل، 1280 زلط الى 160.8 ميه. المسألة اللي بعد كده مسألة على مقاومة الضغط للمكعبات الخرسانية الفاسدة. علشان تتحقق من مقاومة الضغط اللي انت مصمم عليها الـ FCU، بتروح تاخد مكعبات خرسانية أثناء صب العنصر الخرساني، عدد المكعبات دي بيبقى على حسب كمية الصب اللي انت بتصبها. المسألة اللي موجودة معانا بيقول لك انت خدت 6 مكعبات ورحت كسرتهم، لقيت المكعب الاولاني جايب 38 والمكعب الثاني جايب 32 والثالث 35 و35 و35 و31. دي النتائج بتاع الست مكعبات. بيقول لك المقاومه اللي كان متصمم عليها الاف سي يو ب 30 نيوتن على ملي متر مربع. طبعا المكعبات دي اختبرت بعد 28 يوم من الصب. بيقول لك قيم النتائج دي، هل المكعبات دي ناجحه ولا لا؟ وهل وايه القيمه المقاومه الفعليه بتاع الخرسانه دي قد ايه؟ تمام. الكود المصري قال لك في ثلاث شروط علشان تقول الخرسانه اللي عندك خرسانه ناجحه. اللي هو ايه؟ قال لك اول شرط لازم المكعبات تكون محققه درجه ثقه 95%. يعني ايه يا باشمهندس؟ قال لك لو انت عندك 100 مكعب مش مسموح لك يفشل منهم الا خمسه. انا عاوز ان الخرسانه تجيب 30 نيوتن على ملي متر مربع. لازم كل المكعبات تكون 30 او اعلى ما عدا 5%. طب 5% من ال 100 بخمس مكعبات، طب 5% من ال 20 مكعب بمكعب واحد. يعني انت لو بتختبر 20 مكعب المفروض ان هو يفشل، مش مسموح لك الا واحد بس هو اللي يفشل. طب لو بتختبر بست مكعبات، قال لك مش مسموح ولا واحد يفشل. لازم كل ارقامهم تكون اكبر من 30 نيوتن على ملي متر مربع اللي الاتش سي يو اللي انت مصمم عليه. لو بصيت على الارقام كده 38 و32 و35 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 و31، الارقام دي كلها اكبر من ال 30، يبقى الشرط الاولاني اتحقق اللي هو درجه الثقه كام؟ 95%. الشرط الثاني قال لك لازم الاف سي يو اكشوال الفعليه تكون اكبر من الاف سي يو ديزاين. طب الاف سي يو اكشوال اجيبها ازاي؟ قال لك روح هات المتوسط بتاع الارقام دي، اجمع الارقام اللي موجوده معايا واقسمهم على عدد. انا حولتهم من النيوتن للكيلو جرام على سنتيمتر مربع، بدل 38 بقى 380 زائد 320 زائد 350 زائد 350 زائد 350 زائد 310 على 6. لو خدت المتوسط بتاعهم بيساوي كام يا باشمهندس؟ 343.3 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. قال لك الاف سي يو اكشوال بتساوي الاف سي يو المتوسطه ناقص الكي في السجن. انا عارف ان الكي ب 1.64 لان احنا شغالين على درجه ثقه 95%. طب السجن اللي هو الانحراف المعيار قال لك بتجيبه ازاي؟ قال لي بجيبه من القانون اللي بيقول قيمه كل مقاومه ناقص المتوسط تربيع على ان تحت الجذر التربيع. 343.3 ناقص ال 380 الكل تربيع زائد 343.3 ناقص ال 380 ناقص 320 الكل تربيع زائد 3 في، لان عندي ثلاث نتائج ب 350،
343.3 من 10 ناقص 350 كل تربيع زائد 343.3 من 10 ناقص 310 كل تربيع، الكلام ده على 6 لان عدد العينات اقل من 20. يبقى انا كده طلعت الانحراف المعياري، هضربه في 1.64 واقسمه من المتوسط اللي هو 343، هطلع الاف سي، الاف سي اكشوال بالرقم ده بيساوي كام؟ المفروض تكون اكبر من او بتساوي كام؟ 30 نيوتن على ملم مربع اللي هي الكيلو جرام على السنتي متر مربع. ده الشرط الثاني. الشرط الثالث قال لك المفروض ان الفرق ما بين اكبر رقم واقل رقم في المقاومات ما يكونش فيه اختلاف كبير قوي ما بينهم. المفروض ان هو ما يزيدش عن ربع المتوسط. اكبر رقم ظهر معانا اللي هو 38، واقل رقم اللي هو ال 31 اللي هو بقى كام؟ 380 ناقص 310، الكلام ده بالكيلو جرام على السنتيمتر مربع. المفروض ان الكلام ده كده ما يزيدش عن ربع المتوسط اللي هو ربع ال 343.3 من 10. ده الشرط الثالث. لو اتحقق الثلاث شروط اللي هو درجه الصفر 95 والاف سي يو اكشوال اللي انا جبتها تكون اكبر من اف سي ديزاين، وان المدى اللي موجود معايا ما يكونش اكبر من 25% من الاف من الاف المتوسطه او المقاومه المتوسطه، قالك تعتبر الخرسانه اللي موجوده معاك خرسانه ناجحه. المقاومه المميزه الفعليه اللي هي الاف سي اكشوال اللي انت جبتها معاك من قلب الخرسانه.